يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي الحياء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. مشاهدي الكرام، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من الأسبوع في ساعة. زي ما احنا تعودنا نبدأ فقراتنا بموجز لأهم أنباء الأسبوع. أسوان تتعرض لطقس سيء ووفاة 3 أشخاص وإصابة 450 آخرين بلدغات عقارب. الولايات المتحدة تدعو الحوثيين للإفراج عن موظفين يمنيين في سفارتها في صنعاء. أثيوبيا تعلن حالة الطوارئ وتدعو المواطنين لحمل السلاح. حريق بشقة سكنية بعين شمس يتسبب في وفاة 3 شقيقات. تعادل المنتخب المصري لكرة القدم مع المنتخب الأنغولي 2-2. تصريحات للإعلامية فريدة الشباشي تثير جدلا مجتمعيا. قمة مصرية فرنسية بقصر الإليزي. حوادث قتل متفرقة في أماكن مختلفة من البلاد، والأسباب متنوعة. هذا هو الموجد، ويلا نبدأ مع بعض فقراتنا. زي ما بيقول في المثل الشعبي بتاعنا، مصائب قوم عند قوم فوائده. أثيوبيا في الوقت الحالي على صفيح ساخن، وضع غير مستقر بالمرة. إقليم التجري وجبهة تحرير التجري أعلنت أنها ستمضي قدما لاحتلال أديس أبابا أو السيطرة على العاصمة، وتحركات غير طبيعية منها، وأبي أحمد في حالة يرثى لها، مش قادر يسيطر على البلاد. ومقاتلو أو جبهة تحرير الأورومو اتحدت مع جبهة تحرير التجري، وأصبح أبي أحمد في ورطة لا يحسد عليها. سبحان الله، كان عمال يتأله ويتنطط ويقول كلام ويبالغ في حوار، وكأن بلاد الجوار لا تهمه في شيء، وبلاد حوض النيل لا تهمه في شيء. سبحان الله، أتت من حيث لا يحتسب. لكن خليني أقول لحضراتكم على حاجة. هي المشكلة ابتدأت من إمتى، وإيه الوضع اللي فيها، ومين هم مقاتلو إقليم التجري، وكم عددهم، وهل فعلا عندهم المقدرة أن هم يسيطروا على العاصمة، وهل ممكن يكونوا سبب في إزاحة حكومة أبي أحمد فعلا، وهل لهم تأثير على بناء سد النهضة، وهل ممكن التفاوض معاهم أم لا. دي مجموعة أسئلة أنا بصراحة عايز أتكلم مع حضراتكم فيها. أولا، جبهة إقليم التجري هي الجبهة التي أطاحت بديكتاتور أثيوبيا سنة 92، وتولت حكم البلاد حينها. تولت حكم البلاد لما يقارب 3 عقود، يعني كان حاكم أثيوبيا من إقليم التجري لمدة 3 عقود، إلى أن أتت سنة 2018 وتم عمل انتخابات برلمانية، وفاز فيها ممثل جبهة الأورومو أو إقليم الأورومو. إقليم الأورومو المنتمي ليه مسمى أبي أحمد، وتولى أبي أحمد رئاسة الوزراء من سنة 2018. كان المفروض تجرى الانتخابات في مارس 2020، لكن نظرا لانتشار جائحة كورونا في العالم بأكمله، فأبي أحمد أجل الانتخابات لحد أغسطس في نفس السنة، يعني أغسطس سنة 2020. وجه أغسطس 2020 على أنه تجرى الانتخابات البرلمانية ويتم مرة أخرى إذا كان فيه تجديد له مرة أخرى بأغلبية برلمانية أم لا، ولكن هو راح أجل الانتخابات في أغسطس 2020 لأجل غير مسمى. حكام إقليم التجري ما عجبهمش الكلام، فقرروا عمل الانتخابات في الإقليم في شهر سبتمبر في نفس العام، سبتمبر 2020، مما حسبها أو ظنها أو قالها حاكمو أديس أبابا وبرلمانهم إن الإقليم بالحالة دي تمرد عن حكم الحكومة المركزية، واعتبروه
جبهة أو اعتبروا مقاتلوها جبهة إرهابية أو منظمة إرهابية. وتم اتخاذ إجراءات في قمة الغباء ليس لها علاقة بالسياسة بالمرة. اتخذت إجراءات نظرا لأن أقليم التجري عمل انتخابات في شهر سبتمبر، قرروا أول حاجة منع التحليق الجوي ناحية والرحلات الجوية إلى أقليم التجري بالمرة، قطعوا الاتصالات والإنترنت على الإقليم بالكامل عشان يتموا عمل حملات عسكرية بدون أي تغطية إعلامية أو بدون أي تغطية خاصة بالإنترنت أو غيره أو اتصالات، قطعوا كل شيء. ونزح عدد كبير جدا من سكان الإقليم اللي عددهم حوالي 7 مليون ومنهم 250 ألف مقاتل مسلحين تسليح رائع جدا ومدربين تدريب كويس جدا، ربع مليون مقاتل في الإقليم ده. وبدأت الحرب بين الاتنين، بدأت الحرب بين الاتنين خصوصا أن أبي أحمد في الوقت ده قرر أن هو يحاكم كل الفسد اللي كانوا موجودين على حد كلامهم، يعني كل الفسد اللي كانوا حاكمين أثيوبيا قبل 2018 ويحاسبهم على أخطائهم اللي موجودة. وكان طبعا أغلب حاكمين أثيوبيا في الوقت ده من إقليم التجري لأن هو كان رئيس الوزراء منهم وكانت الأغلبية البرلمانية متاخدة منهم. وبدأت الحرب على أشدها في الوقت ده. كان إقليم التجري هو الوحيد اللي بيقاوم أو يقاتل أبي أحمد بحكومته المركزية، لكن سبحان الله يعني بعد وقت معين كده جه في وقت من الأوقات في تحديدا في 2020، في بداية 2020 أو آخر 2019، كان في مغني في إقليم الأوروبي وكان ليه شعبية طاغية بس كان هو معارض لأبي أحمد فقتل، اسمه هاتش الهندسة. هاتش الهندسة لما قتل عمل غضب غير طبيعي في إقليم الأوروبي اللي هو أساسا مؤيد يعتبر لأبي أحمد ومناصر ليه. وطبعا تمت حملة اعتقالات غير عادية في الإقليم لكبح جماح المظاهرات والاحتجاجات اللي موجودة، وقتل حوالي 250 واحد. وحينها انقلب إقليم الأورومو ومقاتلوه وجبهة تحريره على أبي أحمد وتكاتفت مع إقليم التجري، وتحرك إقليم التجري مقاتلوه قرروا إن هم يكملوا الزحف بتاعهم ناحية أديس أبابا وتحركوا ناحية إقليم الأمهارة واحتلوا أكتر من بلدة منها هاوزين وغيرها وماشيين بخطى ثابتة ناحية العاصمة. بينهم العاصمة حاليا 300 كيلو 320 كيلو تقريبا، هيوصلوا لها فيما يقارب الشهر شهر وشوية. والأورومو نفس الحكاية، بينهم وبين العاصمة حوالي 140 كيلو، بيتحركوا بينسقوا مع بعض، وأكتر من 9 جبهات اتحدت ضد أبي أحمد. وأبي أحمد ما بين الرحيل وما بين القتل وما بين المحاكمة وبقاؤه في السلطة المركزية ربما يكون شيء من الصعب، على الرغم أنه هو كان في الوقت اللي فات لقى تأييد أمريكي وكان لقى تأييد أوروبي لأنه هو قرر التصالح مع إريتريا وعمل صلح بينهم وفتح الحدود بين الدولتين، وبناء عليه خد جائزة نوبل سنة 2019 لهذا السبب، وطبعا تعاون مع أغلب الدول، فكان له تأييد إلى حد كبير من أمريكا، لكن الداخل الأثيوبي مشتعل. فسبحان الله، دع المكر لله، فإن ما مكر البشر إلا ورب البشر علمهم كيف يمكرون. فربنا يقوي إقليم التجري، الله أعلم هم إيه نظامهم أو إيه موقفهم من سد النهضة، لكن على ما هو متراءى أن ما فيش بناء بيتم في سد النهضة ولا في تربونات كهرباء اشتغلت. القلق الداخلي اللي موجود في الدولة بالكامل منع أي زيادة في البناء أو أي تحرك آخر لتخزين المياه مرة أخرى في سد النهضة. ده الموضوع الأول اللي كنت عايز أكلم حضراتكم عنه. الموضوع الثاني، أنا بصراحة خليني أبقى متفق مع حضراتكم إن المفروض اللي يطلع يطل على شاشة يكون مراعي الألفاظ بتاعته جدا. في الأيام اللي فاتت أنا ما أعرفش هي تصريحات اجتزئت من مفهومها، يعني أنا سمعتها ربما اتصدمت من اللفظ نفسه، لأن الواحد برضو لابد أن ينتقي لفظا يقوله للجمهور للناس اللي بتتلقى. الكاتبة الصحفية والنائبة البرلمانية فريدة الشباشي
كانت طالعة في برنامج لزميلنا شريف عامر، قالت أنا بسد وداني لما بيشتغل الأذان. أي نعم، هي قالت أنا بسد وداني لما بيشتغل الأذان لأن أنا ساكنة قريب من منطقة شعبية، فبيبقى ميكروفونات كتير من المساجد بتقول، فأنا مش عارفة أسمع مين ولا مين. لكن كان ممكن جدا جدا يتقال الكلام ده بلفظ أحسن، وكان ما يصحش يتقال ده أنا أسد وداني عشان ما أسمعش الأذان، يعني ما كانش لا يجوز. احنا يعني يا اخوانا بلاش التجرؤ على الاسلام الله يخليكم، ولا على الدين، ولا على شعوب باكملها، ولا على ديانه بيعتنقها اكثر من 1,300,000,000 بني ادم على مستوى العالم. ده مش صح بالمره، وما تطلعش تخاطب العامه بالكيفيه دي بالشكل ده بالاسلوب اللي انت بتحكي عنه ده. قول والله ده انا يا ريت وزاره الاوقاف لما تيجي تختار مقيمين شعائر تعمل لهم اختبار صوت. كان ممكن، كان ممكن يطلع مجمل اكثر من كده واجمل من كده. لكن حضرتك يعني منزعجه من 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 اقامه الاذان، وان اكثر من حد لما بيجي المساجد كلها لما بيجي وقت الاذان كلهم بيأذنوا، طبيعي جدا بيندهوا الناس للصلاه، ده طبيعي، ده 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 نعمه من عند ربنا وفضل كبير جدا من عند ربنا. والانزعاج بتاع سيادتك ده ما بيتمش لما بتسمعي اغنيه مهرجانات. حضرتك ما بتزعجيش لما بتسمعي لفظ خادش في دراما تلفزيونيه. حضرتك ما بتنزعجيش لما بتلاقي تبقي ماشيه في الشارع وتلاقي مثلا واحد بيشتم التاني. حضرتك ما بتزعجيش لما بتلاقي الفاظ نابيه موجوده على مسارح من بعض المطربين او المغنيين. ما بتزعجيش غير بالاذان بس، هو الاذان بس بيودع الودان عند حضرتك. لا حول ولا قوة الا بالله. يعني يا جدعان بعد اذن حضراتكم لما تطلعوا على العامة وتكلموا الناس، تكلموا الشعب المصري، كلموه بلغة الشعب الاسلامي عموما، يعني الامة الاسلامية بالكامل عموما، كلموها بلغة احترام الدين. انتقوا اللفظ عشان ربنا يكرمكم، والدنيا بتاعتنا قصيرة. يعني الدنيا بتاعتنا مهما طالت فهي قصيرة. لا ينبغي ولا يصح نلاقي قبلها على طول الاستاذ ابراهيم عيسى يقول لك والله انا ليه ادخل على واحد قاعد في صيدلية بيقرأ قرآن، ما يقرأ مرجع أدوية. يا سيدي هو اللي زعلك، هو اللي زعلك ده. طب ما هو سبحان الله، يعني كان يعجبك قوي لما تدخل تلاقيه مثلا عمال يرتب في الدواء بيغني، ولا أنا مش فاهم يعني، أنا ما مش عارف بصراحة إيه العلة في كده. ده الشيخ أسامة الأثار الله يبارك له ويكرمه رد على حضرتك وقال لك لا مفيش، لا يعاب ولا يعاتب. ده واحد ده لا يعاب ولا يعاتب ليه؟ لأن هو خلص شغله، خلص الشغل اللي عليه، ما حدش جه يشتري منه. عايزه يعمل ايه؟ عايزه يقعد يمسك في مرجع ادويه؟ الراجل خد 5 سنين في بكالوريوس صيدله عشان يبقى عارف الادويه وتفاصيلها وكل اللي فيها. حلو كويس، وبيشتغل 8 ساعات، وبعد الثمان ساعات بيبقى عنده 16 ساعه بيرجع فيها للادويه تاني، لان هو مش منطقي انه يرجع هو يقرا قران، يقرا قران بيقطع مثلا وقت الفاصل الفاضي اللي هو فيه ده. ايه اللي زعل سيادتك في كده؟ اطلعوا بقى لما تتكلموا مع الناس تكلموا بلغة تحترموا فيها البشر، تحترموا فيها لغة الحوار مع البني آدمين. ده مش صح، ده مش صح بالمرة. يا ريت بالله عليكم، انتوا ناس كبار وبنتعلم منكم، وفي ناس كتير من الشباب واخدينكم قدوة. لا يصح ولا يجوز ولا ينبغي ان تطلع ألفاظ زي دي من ناس كبار كتاب في مصر، ومسمياتهم ان هم كتاب كبار. يعني خليني بقى اقول لحضراتكم على حاجه حته تانية عشان بس اطلع من موضوع الالفاظ اللي احنا ما كناش عايزين نسمعها في الايام اللي فاتت. ما هو احنا عندنا بقى الايام دي بقى كل اسبوع في حاجه، يعني بقى في اسبوع تسمع الاحداث بتاعته كلها تلاقيها انتحار، وفي اسبوع تسمع الاحداث بتاعته تلاقي ستات قتلوا جوازهم، وفي اسبوع تلاقيه قتل بتشويه، وفي اسبوع تلاقيه تحرش. الاسبوع اللي فات ده كان اسبوع فيه اكتر من حادثه تحرش. خليني ابقى صادق معاكم ونبقى صادقين مع نفسنا واحنا بنتكلم. يمكن هي فجرت الموضوع الايام اللي فاتت بنتنا رانيا سليمان اللي هي كانت متحركه من مسجد الحصري ورايحه التجمع في كليه الحاسبات بتاعتها، وتحرش بها السائق، وحاليا هو في السجن وبتحقق معاه النيابة وبيعمل له تحليل مخدرات واتخذ معاه الإجراءات القانونية. وهي شجاعة أن هي عملت التصرف ده وصورته ونزلته على السوشيال ميديا.
لكن خلينا نبقى ما نبقاش زي النعام ندفن راسنا في الرمل. احنا بصراحه بمنطق بطبيعي احنا مجتمع فيه ظاهره تحرش، سواء تحرش باللمس او تحرش لفظي. بصراحه يعني خلينا نبقى منطقيين مع نفسنا، هو فيه تحرش، تحرش بلفظ ماشي، تحرش بلمس بيحصل. بس انا اللي انا عايز افهمه هو البني آدم هيستفيد إيه من التحرش؟ يعني أنت حضرتك قررت تتحرش بحد، معلش إيه وجه الاستفادة؟ يعني قول لي إيه وجه المتعة؟ بلاش الاستفادة، أنت مش هتستفيد حاجة، مش حدش هيدي لك مثلا 200 جنيه ويقول لك يا ابني أنت برنس أنت اتحرشت بفلان. قول لي إيه وجه المتعة؟ أنت لمست جسد حد، إيه وجه المتعة بقى فيه؟ ما هو خلينا نبقى برضو يعني الواحد ساعات بتعدي عليه ظواهر بيسأل طب هو اللي بيعملها بيستفيد إيه؟ يعني انا عمال افهمها، ومع ذلك سبحان الله قعدت ادور فلقيت موقع الباحثون المصريون، وده موقع متخصص في الدراسات الاجتماعيه، يعني متخصص في ظواهر المجتمع. قال لك ان 99% من السيدات اللي خرجوا في الشارع تعرضوا للتحرش. ال 99% منهم اللي نزل الشارع تعرض للتحرش، 49% منهم بيتعرضوا للتحرش يوميا بصوره مستمرة، يعني هم كل ما بينزلوا يتعرضوا للتحرش في الشارع. 58% 8% من المتحرشات لما تعرضوا ليهم بتحرش لمس أو لفظ خادش وشديد وهم مرهفين نفسيا حاولوا الانتحار. 8% مش 58، تمام؟ المركز قال إيه بقى؟ مركز الباحثون المصريون للدراسات الاجتماعية قال إيه؟ قال إن اللي بيحتل المركز الأول في التحرش هم العطلين. الغريب بقى إن هو قال اللي بيحتل المركز الثاني في التحرش هم الطلبة، سواء جامعيين أو ثانوية عامة. ده غريبة بصراحة، يعني أنا قلت بقى إيه دول ثانوية في مرحلة السن الثانوي، يعني سواء عامة أو صناعية أو زراعية أو غيرها يعني، تمام؟ الغريب بقى إن أنا قلت طيب ده دول طلبة جامعة، يعني دول متعلمين وفاهمين وبتاع، عاطلين ماشي، الناس الحد الأدنى للثقافة بتاعتهم ربما يكون قليل جدا، لكن طالب جامعي وطالب ثانوية عامة يتحرش على أساس إيه؟ أنا مش فاهم يعني. بس هو اختفاء الحياء من البني آدم مصيبة. يعني بص، دايما لما يكون البني آدم انعدم حيائه وما بقاش حيي، استنى منه أي حاجة، فإذا لم تستحي فافعل ما شئت. ده منطقي وطبيعي جدا يعني. وبعدين الغريب بقى ان 25% من المتحرشين بيعملوا التحرش ده من باب الاعتياد. يعني هم لا مدمنين ولا بيستمتعوا ولا بيستفيدوا ولا بيعملوا حاجه، بس هو اتعود ان هو اي حد يعدي قدامه في الشارع لا اما يلمسه لا اما يعكسه. واخد بالك؟ فهو 25% من المتحرشين يقوموا بحاله اعتياديه، و24% لأن عندهم نهم جنسي. بس هل الناس دول مرضى؟ هل هم فعليا محتاجين علاج؟ لأن غالبية اللي بيتعرضوا للتحرش ما بيبلغوش الأمن. 93% على حسب الإحصائية دي، 93% من اللي بيتعرضوا للتحرش ما بيبلغوش الأمن، خشية ان يتقال عليهم قيل وقال ورد فعل المجتمعي وحاجات زي كده، واخد بالك؟ فانا بصراحة عايز يبقى معايا الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، وعايز اسأله عن مجموعة الافكار اللي موجودة عندنا دي. انا عايز افهم الموضوع تفصيليا. معايا الدكتور جمال؟ اهلا بيك يا دكتور، نورتنا. الله يخليك يا فندم، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. أنا بس عايز أفهم يا دكتور، التحليل النفسي لظاهرة المتحرش، يعني الشخص المتحرش ده، هل هو مريض ولا هل هو إنسان معتاد إن هو يعمل كده، ولا هل هو عشان مشاكل أسرية موجودة عنده في بيتهم فهو طالع يطلع الكبت بتاعه على الناس، ولا إيه؟ أنا عايز أفهمه، والسادة المشاهدين كلهم عايزين يفهموا الموضوع. بص يا فندم، ناخدها بمراحل سنية مختلفة. تمام. في مرحلة سنية اللي هي لغاية سن 16 سنة، ده بيقلد. يعني في اللي هو بنعتبره طفل او لسه لم يكمل البلوغ بتاعه، ده بيتفرج على مسلسل او فيلم بيجد فيه ان المتحرش الفيلم هو الجان، هو اللي البنات بتضحك على اسلوب التحرش بتاعه،
وبالتالي ما بيزعلوش منه، فهو يقول لك انا بقلد اللي انا شفته في التلفزيون او في السينما. تمام. ده واحد هو غير واعي ما بيقدرش يعمل خط فاصل ما بين الصح والغلط. تمام. نيجي بعد كده اضطراب الشخصيه السيكوباتيه اللي هم المتحرشين المعتادين، اللي هو بيتحرش لاجل التحرش، ده اضطراب شديد في الشخصيه بنسميها الشخصيه السيكوباتيه او المضاده للمجتمع، فيها سلبيه، فيها عدم مبالاه، عدم اهتمام بتوابع التصرفات بتاعته، ليس لديه اي مشاعر او احاسيس، فبالتالي بيعمل اي تصرف دون ادنى مشاعر او ان هو ايه اللي هيحصل للمتحرش بيها او ايه المشاكل اللي ممكن تحصل لها ما تفرقش معاه. تمام. فده بنسميه شخصيه سيكوباتيه او المضاده للمجتمع. تمام. للاسف الشديد في بعض الامراض، وهنا بقى لما نيجي نقول بقى الجزئيه المرضيه، ان بعض الاورام في مكان معين من المخ ممكن تؤثر على الشخص بتخليه انسان متحرش، بس ده بيكون التاريخ بتاعه كله سابق، راجل محترم جدا طول عمره ملوش اي مشاكل، فوجئنا فتره هو في اواخر الثلاثينات الاربعينات ابتدى يعمل بعض التصرفات او سلوكيات معيبه، هنا بنطلب رنين مغناطيسي طالما كان التاريخ بتاعه السابق كويس جدا. لما بنعمل رنين بنلاقي اورام اما في الصدغ الاوكسيبتال لوب او اللي هو الصدغ الجانبي الخلفي او الجانبي التمبرال او في الصدغ الامامي اللي هو الفرونتال لوب. يعني هو ممكن فعليا يكون المتحرش مريض، ده لو في مرحله سنيه بدا التحرش في مرحله سنيه كبيره، يعني تاريخه كله ما كانش فيه اي تحرش قبل كده. يعني هو ما كانش معتاد ان هو يعمل التصرف ده بس استجد عليه الامر. تمام يا فندم. طيب نيجي بعد كده المرحله السنيه المتاخره قوي اللي هو 75 سنه 80 سنه وبرده كان تاريخه كويس جدا، هنا بندور برده بنعمل رنين في مخ الالزهايمر. احيانا في بعض الناس بيحصل لهم حاجه اسمها ديس انهبيشن او عدم السيطره على التصرفات بتاعته، فبيعمل بعض التصرفات اللي هي مشابهه للتحرش بس بيبقى المرحله السنيه بتاعته متاخره قوي، يعني فوق ال 75 او ال 80 سنه. بس المتحرشين مرضيا مش هم اللي بيمثلوا الاغلبيه يا دكتور. لا طبعا يا فندم، دول لو قلنا 1% من 10% من كل فئه مرحله عمريه يعني شيء لا يذكر. يعني من كل كام واحد، لما الاقى واحد عنده ورم ده من كل مليون واحد ممكن الاقى واحد. يعني لكن الباقيين كلهم اضطراب في الشخصيه شديد. طيب احنا نتغلب على المضطرب شخصيا ده بايه؟ يعني احنا مثلا نفعل دور التربيه في المدارس، نقوم دور المؤسسات الدينيه مثلا، نخلي الدراما ما تعرضناش الظواهر السيئه اللي موجوده دي فالشباب يقلدوها، ولا نجمع كله ده؟ بس يا فندم عايزين نتفق ان في عندنا انحدار ثقافي. ده صحيح. الانحدار الثقافي ده بتبقى التوابع بتاعته زي ما احنا شايفين، نسب الطلاق العاليه، الالحاد العالي، الاضطرابات الجنسيه العاليه ومنها التحرش. مشاكلنا كثيره جدا كلها مرتبطه بالانحدار الثقافي، لو الثقافه اتصلحت هتلاقي كل هذه الاضطرابات هتقل تدريجيا. ان النهارده بنلاقي واحد متحرش طبيب، نلاقي متحرش مهندس، نلاقي متحرش يشغل منصب هام. يعني اذا كل الناس النهارده التحرش اصبح سمه، لان هناك فارق ما بين المستوى الثقافي والمستوى التعليمي. تمام. لا نربط المستوى التعليمي بالثقافه، اذا الناس ناقصها الثقافه للاسف الشديد. طالما ناقصها الثقافه وده حاجه عامه، اذا انها هتلاقي مشاكل كثيره جدا للاسف الشديد بتحصل في المجتمع. طيب نحسن الحاله الثقافيه ازاي بقى يا دكتور؟ نزود البرامج التوعويه؟ هنا يا فندم الدور بيجي من عدة اتجاهات، وزارة الثقافة، وزارة الإعلام، وزارة التربية والتعليم، الشباب والرياضة، الأزهر، الكنائس، لازم يشتغلوا كلهم في بوتقة واحدة يا فندم، احنا للأسف كله بيشتغل، ولكن كل واحد بيشتغل بصفة منفردة بعيداً عن الآخرين بتكون النتيجة المحصلة صفر. لازم نشتغل ولازم ننزل للشباب باللي هم بيشوفوه، يعني لازم ننزلهم عن طريق اليوتيوب، لازم ننزلهم عن طريق الفيسبوك. ان احنا النهارده نضحك على نفسنا ونقول اصل الناس في الكتاب، اصل ناس تتكلم معاهم في الشوارع، نعمل مهرجانات ثقافيه، نعمل مؤتمرات ثقافيه. الشباب لا يروحوا للمؤتمرات الثقافيه ولا يقروا الكتاب. ده صحيح. ولكن لازم ننزل لهم عن الطريق اللي هم شايفينه دلوقتي، المدخل بتاعهم اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي، هي دي السبيل الوحيد مع عوده التربيه للتعليم ان احنا نرجع الشباب مره ثاني الى المسار الصحيح. تمام. شكرا دكتور جمال فرويز استشاري الصحه النفسيه، شكرا جزيلا لحضرتك.
كلام رائع وجميل، وده فعلا حل رائع. إذا المتحرش في الغالب ليس مريضا ولكنه جاني ويحاسب، لأن المتحرش في سن ما قبل الأربعين هو متحرش معتاد أو 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 واحد تربيته ضعيفة، مش متربي يعني، خلاصة الموضوع، فلازم يتحاسب. تعالى ندخل الفقرة الثالثة بتاعتنا النهاردة، وهي عن مباراة مصر وأنجولا. المنتخب المصري تعادل امبارح 2-2 مع أنجولا. أنا بصراحة شفت الشوط الثاني كان عاجبني، الأداء إلى حد ما كويس، وكانت لمسات أغلب اللعيبة جميلة، لكن كان في الشوط الأول كويس إن أنا الحمد لله ما اتفرجتش عليه. إن أنجولا جابت جونين، الجون الأول كان في الدقيقة 26، الجون الثاني كان في الدقيقة 36. وإنني جاب الجون الأول لمصر في الدقيقة 45 من الشوط الأول، وفي الدقيقة 59 أكرم توفيق حقق التعادل لمصر. بس أنجولا كانت ماسكة نفسها، ما أعرفش، على الرغم إن هي في ديل المجموعة في معاها 4 نقاط، وإحنا محتلين الحمد لله الأول في المجموعة 11 نقطة بفارق كبير بيننا وبين الجابون 7 نقاط، فيبقى احنا حاجة حلوة كده، وخلاص احنا داخلين على المرحلة النهائية بالفوز ده الحمد لله رب العالمين، وبقى معانا 11 نقطة بس. الأداء بتاع المنتخب أولا فيه وجوه جديدة بدأت تظهر، والأداء أنا بصراحة شايف إن في فرق كبير بينه وبين الأداء أيام كان حسام البدري ماسك المنتخب. كارلوس كيرلوش لا ننكر ان هو مؤدي دور كويس بصراحه، ومدرب فني محترم، وعجبني تصريح ليه امبارح، قال ما فيش لاعب بيفضل في المنتخب على طول الا بمستواه، المستوى الكويس هو اللي هيجي، اللي هيجيد في الملعب في ملاعب الدوري بتاعته، وأنا هجيب كل وقت حد جديد ياخد مكان حد تاني ما قداش كويس. دخل لي الكابتن محمد شحاتة بعد إذنك يا ماجد، فأداء كويس، شغل محترفين محترم، عجبني. عجبني إن كل لما أجي أتفرج على المنتخب ألاقي لاعب جديد وبيقدم بصورة حلوة قوي، ما هموش فكرة إن دول الثوابت ودول أعمدة المنتخب، وده لاعب أساسي في النادي الأهلي، وده لاعب أساسي في النادي الزمالك، مش عارف ده نجوميته عالية وهو مضطر إن هو ياخده، مش فارقة معاه خالص القصة بالمرة. عجبني تجديد الدم بتاع المنتخب بصراحة، عجبني الشكل العام، بس أنا بصراحة قلقان من فكرة إذا كنا إحنا قدام أنجولا مش عارفين نخترق خطوط الدفاع بتاعتهم، هل من المعقول هنطلع كاس العالم ونأدي بصورة حلوة ونقابل فرق أوائل قاراتها ونعرف ما نخرجش بشكل سيء زي المرة اللي فاتت ويبقى لينا أداء مشرف؟ والله نتمنى. معانا كابتن محمد شحاتة محلل رياضي رائع زميلنا، أهلا بيك يا كابتن محمد. أهلا بيك أستاذ كرم والسادة المشاهدين مشاهدي قناة صحة والجماعة. أنا بس عايز، طبعا حضرتك أكيد بنسبة 100% اتفرجت على المباراة امبارح، أنا عايز أسألك إيه رأيك في أداء المنتخب امبارح؟ بالنسبة للأداء كان غير مقنع يعني في الشوط الأول، لكن الأداء تغير مع في الشوط الثاني مع أحداث المدير الفني كارلوس كيروش لبعض التغييرات، يعني مثل خروج عبد الله السعيد ونزول اللاعب حمدي فتحي، أحدث بعض الفوارق. يعني في المنتخب المصري تسيد الشوط الثاني تماما، يعني بعكس الشوط الأول كان غائبا عن المباراة، يعني لم يحضر إلى لواندا يعني. طب هو إيه السبب؟ ممكن يكونوا كنا هايبين الموقف ولا إيه السبب بقى؟ ثقة مبالغ فيها، غرور، إيه سبب بقى إن إحنا كنا مش موجودين في الشوط الأول؟ هو تقريبا يعني المدير الفني كارلوس كيروش مقتنع انه احنا خلاص يعني صعدنا وبنسبه كبيره احنا نحتاج الى نقطه من مباراه انجولا ومباراه الجابون يعني. اعتقد ان الراجل في مرحله تجارب يعني مش اكتر، يعني عاوز يتعرف على اللاعبين، يعني مش مساله تكتيك يعني، وبدليل ان هو بيستبعد اسماء يعني، لانه اكيد بيعرف هذه الاسماء، ولكن يريد ان يقارن بين هذه الاسماء من اجل ان يضع يده على التشكيل في المباريات الهامة، يعني في المباراة الفاصلة يعني.
طيب انا بس عايز اسالك، انا شايف كل مباراه من ساعه ما تولى كارلوس كيروش المهمه، انا ملاحظ ان كل مباراه فيها وجوه جديده، فيها دم جديد في المنتخب. انت شايف الدم الجديد ده جايب نتائج ايجابيه ولا سلبيه، ولا الاستمراريه على المحترفين والواثقين على المباراه الدوليه الافضل الاستمراريه عليهم؟ المشكلة ان الراجل موضوع بين مغسلة ناديين كبار، يعني الكل يتحدث نتيجة الاهواء يعني وليست المصلحة العامة. يعني عندما تم استبعاد أفشة ومحمد شريف من المنتخب المصري تحركت بعض الاذرع الاعلامية للنادي الاهلي وبعض الجماهير المنتمية للنادي الاهلي وكان هناك غضب شديد. وعندما تم استبعاد ذلك حدث في مباراة ليبيا، الآن عندما تم استبعاد طارق حامد وزيزو من هذه مباراة أنجولا حدث نفس الشيء. يعني الموضوع يعني أعتقد أن الراجل هو صاحب الكلمة الأولى يعني ومدرب جيد ولكن يحتاج إلى دعم من الشارع المصري. يعني طيب يعني هو تجديد الدم ده خلى شكل المنتخب أحلى ولا الثبات على الناس اللي عندها خبرة في المباريات الدولية أفضل؟ لا وما تقدرش تقول إن خلى الشكل أحسن، الراجل لسه في مرحلة تعارف يعني بقى هذه تعتبر مباراتين، يعني مباراة ليبيا ونفس الخصم ليبيا قبله ذهابا وإيابا ومباراة أنجولا أمس يعني. لن يتم الحكم عليه في خلال ثلاث مباريات يعني. أنا شايف إن الدفة مقلوبة عليه جدا يعني في غضب شديد وفي حالة هيجان في الشارع يعني. حتى شفنا بعض المحللين زي كابتن رضا عبد العال طلع امبارح بعد المباراة في لايف على صفحته الشخصية وقال كلام غير منطقي بالمرة، يعني موضوع ترند أكتر منه تحليل. يعني بيقول لك إن صلاح هو المتحكم في الفريق، يعني هو اللي بيوضع التشكيل وهو سبب رئيسي في تواجد عبد الله سعيد لأنه يريد اللعب معه. بيقول لك بيدعي ان اثناء بين الشوطين في لقطه تلفزيونيه اظهرت ان الراجل بيتكلم مع صلاح انه بيشاور صلاح في التغييرات، يعني بيستاذنه، كلام فاضي يعني. الراجل ده قراره صرف من دماغه. انا شايف، انا سمعت امبارح تصريح ليه كان بيقول ان مفيش حاجه اسمها قائمه ثابته للمنتخب، من يؤدي في الملعب. تصريح جميل جدا، قال لك ما عنديش حاجه اسمها ابواب وشبابيك، يعني الموضوع خاضع لمستوى اللاعبين يعني. هو كارلوس ما عندوش ثوابت في الفريق يعني. طب بالشكل الحالي للمنتخب يا كابتن محمد، هل احنا قادرين بالشكل الحالي، ممكن يحصل تطور طبعا في الايام اللي جايه واكيد هيحصل استعداد افضل، هل احنا هنبقى قادرين ان احنا نخرج يعني نبقى ظاهرين بشكل مشرف في مونديال قطر 2022؟ احنا لسه ما وصلناش لمرحله مونديال قطر، انت عندك مباراه فاصله يعني. طبعا لسه انا بتكلم لو ما هو احنا قربنا، احنا حاطين بص ايه على اعتبار ما سيكون ربنا يكرمنا ان شاء الله. اكيد، لكن انت قدامك في مباراه فاصله يعني، انت حطيت نفسك في مأزق يعني نتيجه اتحاد الكره السابق والمدير الفني السابق، انت ست شهور لم تؤدي اي مباراه وديه، بالتالي تراجع تصنيفك للمركز السادس يعني، وبالتالي ستواجه احدى القوى الكبرى الخمس الكبرى. وكمان في ميزه وضعها الاتحاد الافريقي بالنسبه للفرق الاولى الخمس في التصنيف، مباراة العودة بتقام على أرضها، بالتالي أنت لو عملت نتيجة سلبية يمكنك التعويض على أرضك يعني. لكن إحنا فقدنا الميزة، أعتقد إن إحنا في المركز، ولكن ممكن تحدث مفاجآت يعني. شفنا تونس النهاردة اتغلبت من غينيا الاستوائية، وبالتالي لو خرجت إحدى هذه القوى يعني أو نيجيريا، خرجت نيجيريا أو فرق التصنيف الأول من إحدى فرق التصنيف الأول، بالتالي هيكون عندنا فرصة ان احنا نتواجد في التصنيف في الخمسة الاوائل، وبالتالي هنقابل خصم اقل في المستوى يعني. هو كيروش بالامس قال ان هو راضي عن اداء المنتخب في الثلاث مباريات، قال انا لعبت ثلاث مباريات، فزت في اثنين وتعدلت في واحدة، وده نتيجة كويسة بالنسبة لي. طموحات الراجل عالية، وقال لما احنا هنكون في المونديال هنكون لازم نكون قادرين على ان احنا ننافس فرق المونديال ما دام احنا دخلنا ووصلنا. لا لا، بس اعتقد ان الراجل هيطوله نبض كبير. انا شايف النهارده الدنيا مقلوبه عليه
وناس كباتن يعني، وكما يدعوا ان هم نقاد يعني، هم مش عارف هم ايه اساسا يعني. بيقول لك ان لابد من رحيل الراجل قبل مباراه الفصل، ايه كلام طبعا تهريج كله يعني. لا هو اداؤه انا طبعا ما فهمش قوي في الكوره، بس انا سامع راي حضرتك. انا شايف ان هو اداء كويس بصراحه يعني، اي نعم امبارح. لا هو انت ما تقدرش تحكم على مدير فني في اقل من 6 شهور يعني او 5 شهور. اولا الراجل مدرب جيد جدا يعني، وكان عنده عروض قبل كده يعني حتى في العراق يعني، انا على كذا محطه عراقيه تواجدت، الناس في العراق زعلانه قوي انه ساب منتخب العراق، وكانوا اتفقوا معاه يعني واتجه الى منتخب مصر يعني. ولكن احنا في الشارع المصري بالعمليه تضرب العاطفه يعني. ولكن وكمان الراجل اتى بالصدفه يعني، ما الراجل ما اتحاد الكره هذا ما يصلحش اصلا ان هو يدير مركز شباب، ولكن هو وجود هذا المدرب على راس الجهاز الفني لمنتخب مصر هو مكسب كبير، ولكن المدرب هو اتى بالصدفه عن طريق المدير الفني للاتحاد المصري في انجاده. هو من اتى بهذا الرجل، الاتحاد المصري كان في مأزق يعني، كان قدامه حسام حسن اللي هو اللي الشارع كله كان بيطالب به، وكان عاوز يجيب حسن شحاته، وكان خايف من ضغط الشارع المصري يعني وغضب الشارع المصري، فبالتالي استعان بصديق وهو في انجاد اللي رشح له هذا المدرب يعني، واتى صدفه يعني، لم ياتي عبر تخطيط او دراسات او اي شيء يعني. تمام. والله نتمنى التوفيق لي ولمنتخبنا، ويا رب كده باذن الله نشوف منتخبنا في المونديال في 2022 ونتفرج على كوره جميله. كابتن محمد شحاتة الناقد الرياضي، شكرا جزيلا لحضرتك. هنفوز ان شاء الله وهنطلع وهنصعد وربنا يكرمنا وهتبقى الحياه زي الفل ان شاء الله. ما هو احنا ما فيش حاجه بتفرحنا كتير قوي بالمعنى اللي انت متخيله غير الكوره بصراحه، فاحنا عايزين الكوره ربنا يكرمنا فيها ان شاء الله باذن الله يا رب. خليني ادخل مع حضراتكم في الفقره الثانيه بتاعتنا، او الفقره انا ما بعدش يعني بصراحه، بس فقره يعني ايه كان نفسي ما اجيبهاش لحضراتكم الاسبوع ده. والله لان احنا كل اسبوع عمال نجيب احداث وحوادث وناس بتقتل بعض وناس بحاجات غريبه وحاجات كده تحس ان انت وانت بتتفرج عليها بتصاب بكم اكتئاب واحباط غير عادي. لكن احنا فعليا في الوقت الحالي في حاله من حالات العنف المبالغ فيه في الشارع بصراحه، وحاله من حالات البلطجه غير طبيعيه. حادثه اسماعيليه اللي حصلت وذبح فيها ضحيه في الشارع حصلت زيها النهارده في القاهره، فالطبيعي جدا لابد من وقفه بصراحه يعني. انا يعني بص، حاله العنف دي مستحيل تبقى طبيعيه، مستحيل 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 واحد يمسك سطور او سكينه ويقطع في جسم بني ادم قدامه بشكل طبيعي، ده يبقى طبيعي؟ مستحيل يبقى طبيعي. في بص حاله يعني ارحمونا من المخدرات ومن مدمنيها يعني. اتمنى انا شفت على وسائل التواصل ان في قرار جمهوري بان بيتم التحليل في الشارع عشوائيا والجامعات والاماكن الوظيفيه، اتمنى ان يكون ده بيحصل بجد، لان المدمن ده ما يصحش يعيش في مجتمع سوي. ده هيعمل اي مشكله في الشارع هيترتب عليه ان روح هتزهق، ربما الروح دي افيد للمجتمع منه 3 تريليون مره، هو ملوش فايده اساسا. فطبيعي مدمن المخدرات ده ما يتسابش في الشارع. يتساب في الشارع ليه؟ حللوله ويتقبض عليه، يتعالج لحد ما يخف ولا يتنيل على عينه، وبعدين يرجع يعيش وسط الناس. لكن لا منطقي ولا طبيعي ان احنا كل يوم نلاقي واحد اتقتل والمبرر ملوش لازمه يعني. يعني تبص على مبرر، تقعد تلف وتدور على حادثه اسماعيليه تلاقي مبرر ليها، مفيش، ما تعرفش. تلاقي مثلا في كفر الشيخ ولد صغير عنده اسمه ابراهيم طارق ابراهيم، ده عنده 18 سنه في ثانويه عامه، في ثانيه ثانوي، رايح الدرس بتاعه والواد طيب وغلبان، ووالده كان جاي قبلها بيوم من سلطنه عمان، الراجل مسافر عشان يلبي طلبات ابنه وطلبات بناته، وابن وحيد لوالده مع على 3 بنات. وانتوا عارفين طبعا المجتمع المصري بالطبيعه لما يكون ابن وحيد على 3 بنات بيبقى غالي عليهم يعني، او حاجه زي كده. الواد رايح الدرس، تخرج من الدرس بتاعه، وواد بدبلوم صنايع، واد بيدرس في دبلوم صنايع،
وواقف على ناصية الشارع ومستضعفين الواد ده، الواد غلبان إبراهيم الله يرحمه، كان شاب مؤدب وشاب غلبان وماشي في حاله ومفيش أي حاجة، فتنمروا عليه، فالواد حب يرد التنمر، يعني يرد عليهم يدافع عن نفسه. واحد منهم راح طالع، يعني بص هم أساميهم محمد وعمرو صلاح، أساميهم بريئة منهم، العيال دي عندهم 18 سنة زيه برضه، يعني قال بص ربيت على الإجرام، حاجة مصيبة، مستحيل تكون الـ 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 الولاد دول طبيعيين، من مش منطقي خالص، يعني انت واحد تنمرت عليه فراح بصلك كده فرحت انت ضربته في رجله فراح قام يدافع عن نفسه، فالواد راح طالع على محل سوبر ماركت راح كسر ازازه وراح قطع رقبه الواد، عمل جرح قطعي 25 سنتي، الواد مشي 10 متر ووقع فمات. تخيل. تعال نشوف التقرير بتاع زميلنا يوسف المصري. يوسف المصري زميلنا راح لاهل الضحيه وتقابل معاهم، لكن والده ووالدته طبعا ما قدروش يقابلوه فقابلوا عمه. خلينا نشوف التقرير بعد اذنك يا ماجد، جاهز ونرجع لحضراتكم مره تانية. اتفضل. منزل المرحوم ابراهيم طارق ابراهيم اللي زمايله قتلوه غدر في الشارع بازازه بعد ان كسروا الازازه طعنوه طعنه قاتله في رقبته. طبعا احنا حاولنا نقابل والده ووالدته ولكن لم نتمكن نظرا لظروفهم النفسيه السيئه. هذا الولد المقتول المرحوم كان الابن الوحيد لهم، فطبعا احنا حاولنا بقدر الامكان نقابلهم ولكن لم نتمكن. فالحقيقه عمهم الاستاذ محمد عطيه المحامي عم القتيل او عم المتوفى قال انا هعمل معاك هذا الحوار. اهلا بك يا استاذ محمد. البقاء لله. احكي لي ايه اللي حصل يا استاذ محمد؟ يوم الواقع المغرب كده الناس نادوا علينا قالوا لنا الحاج ابراهيم سايح في دمه والناس ودوا المستشفى. قبل ما انتقل رحنا المستشفى لان ابراهيم موجود في العمليات. دقايق بسيطه خالص وقال لك البقاء لله ابراهيم توفى. في ظل هذه الاجواء المشحونه والبلد كلها مقلوبه هناك، رجال المباحث التفوا علينا ورجال الشرطه قال لك ما تقلقوش احنا حددنا الجناه وهم ثلاث افراد اللي هم اللي قاموا بقتل ابراهيم. بدانا احنا نخلص اجراءات تحقيقات النيابه وتصريح الدفن والتوضيب الشرعي. على الساعه 11 كده كنا خلصنا الاجراءات، بدانا دفننا الساعه 12. عرفنا بعد كده ان الواد القاتل المجرم هذا تم القبض عليه فجر نفس اليوم وتم التحقيق معه وحبسه 4 أيام على ذمه التحقيقات. ابراهيم ولد وحيد على 3 بنات، والده كان لسه راجع من السفر قبلها بيوم. اب متغرب بقاله سنين عشان خاطر يبني مستقبل ابنه ويأمنه له، وشاب في مقتبل العمر طالب في ثانيه ثانوي نازل من بيته راح درسه، يرجع بدل ما يرجع البيت يرجع على قبره. قتل طموح اسره كامله واب مكلوم وام مكوره، قضى على فلذة كبدهم وعلى ما يأمنون في هذه الدنيا. ايه الاسباب اللي ادت لهذا يعني للوضع ده يا استاذ محمد؟ ايه الاسباب اللي ادت لهذا القتل؟ انا في وجهه نظري ان هناك اسباب عامه مثل هذه الاحداث التي ظهرت على الساحه الفتره الاخيره، من ضمنها الغياب الوازع الديني وغياب الدور التربوي في التربيه والتعليم. هي مفترض اسمها وزاره التربيه والتعليم. والله دي عيال ليس لها مسمى غير ان هي مش متربيه، والله العظيم. يعني بص عيال مش متربيه ولا عندها دين ولا عندها اخلاق ومش طبيعيين، لان يعني ما فيش واحد يتخانق مع واحد يروح طالع كاسر ازازه من السوبر ماركت جنبه ويروح فاتح رقبه الواد 25 سنتي الجرح القطعي. ربنا المنتقم. ما انا بقول لحضراتكم ظاهره العنف في الوقت الاخير دي مش طبيعيه، يعني كل يوم زمايلنا المراسلين بيبعتوا لي كم حوادث في كل محافظات مصر غير عاديه، انا ما اعرفش ايه ده. يعني تتخيل بقى لما واحد يتخانق مع مراته فمراته تكون وصلت مرحلة اتخنقت منه فراحت قررت ترفع عليه قضية خلع. الحادثة دي حصلت برضو
في كفر الشيخ. ايه اللي حصل بقى؟ الراجل سمع ان مراته هتخلعه وان اول جلسه يوم 2/9، راح واخد جيركن ميه نار وراح رايح على بيتهم. البنت زعلانه في بيت اهلها، دخل عليهم خبط على الباب، فتحت مراته راح ضاربها بميه نار في وشها. دخل لقى والدها مسن، راح ضربه بميه نار في وشه في جسمه كله بقى. اختها بتجري، راح دالع عليها ميه نار. امها كانت بتصلي، تتخيل امها كانت بتصلي، ما رحمهاش بقى، هيسيبها ازاي بقى، هيسيب امها؟ راح دالع عليها ميه نار. العيله بالكامل كلها جروح من الدرجه الثالثه، محدش منهم يعني في حاله خطيره غير عاديه، نقلوا حتى لمستشفى عامه في كفر الشيخ بدل ما كانت المستشفى المركزي القريبه منهم، نقلوا المستشفى العامه المستشفى الجامعي عشان يعرفوا يسعفوهم. طب ده طبيعي بالله عليكم؟ يعني ده بني ادم طبيعي؟ ده انتوا حضراتكم هتشوفوا التقرير دلوقتي، هتشوف ميه النار عملت ايه في الهدوم. وريني كده يا ماجد بعد اذنك، وريني يا عبد السلام لو سمحت التقرير، اوريه للساده المشاهدين نشوف البلاوي السوداء اللي بتعملها الناس. اتفضل. لكنه اصبح شعار للبلطجه والفوضى عندما تتسلل الافكار الشيطانيه الى البعض للانتقام بأقل من 10 جنيه، يستطيع من يمتلكها أن يشوه وجه أو جسد من يريد الانتقام منه. كنت فوق السطح فجاء حسن خبط ورش مية النار، فتحت له ورش عليها مية النار ودخل على الأب حط عليها برضه رش مية النار وهو قاعد، ما لحقش يتحرك او يهرب منه. اتفاجئوا يعني؟ ايوه حضرتك اتفاجئوا بيه. ورجع برضو على الام وهي بتصلي حضرتك، برضو حتى على مية نار حاليا وهي بتصلي، يعني ما رحمهاش حتى وهي بين ايدي الله. فرجائي يعني اللي ما ترحمتش بين ايدي الله، يا ريت ده رخل اتخذ معاه الاجراءات اللازمه بنفس المنظر اللي ما يرضيش ربنا ولا يرضي حد. ده اما يجي بين يد الله ويعمل فعل البنتين والاب والام مشوهين ما بيشوفوش شبه عميان، وحاليا دلوقتي في كفر الشيخ بتلقى عليهم ورمى عليهم مية النار وطلع على ما نزلت من فوق السطح كان جراء كاميرات جايباه وهو داخل البيت وهو خارج منه. لان بقاله في حدود عن اسبوع حوالي البيت بيطوف حوالي البيت وله طبعا اصحابه بيراقبوا البيت، الله اعلم. لان هو فعلا كل يوم في نفس الوقت بيبقى اولادي كلهم قاعدين قدام البيت بره، الوقت ده جايين من المدرسة طبعا تعبانين فناموا عشان بيصحوا بدري، ناموا في بنطلون برضو. يعني ده منظر اللي اتعمل في القماش كده يتعمل في البني ادم ايه؟ ماشي. ده حضرتك تيشيرت، المفروض تيشيرت بنفس المنظر. ماشي. ده هدوم الست الداخلية ما يحصل لها كده، يبقى البني ادم حصل له ايه؟ بنفس المنظر ده. ماشي. ده هدومها برضو اللي هي الخارجية بنفس الطريقة كده زي ما حضرتك شايف، كلها دم ومخرمة بنفس الطريقة كده. فكل اللي احنا عايزينه اللي حكومتنا تاخد الإجراءات اللازمة أمام الناس اللي هم دول البلطجية دول، يا ريت الحكومة تردهم، مش عايزين أكتر من كده. حق الناس دي، لأن ده راجل على دراعهم بيشتغل يوم ويريح 10 ايام، والبنت دي المصدر الوحيد لرزقه بتاكله هو والام والتانيه اللي هي طالبه الطلاق. اللي انا شفته ده، اللي انا شفته الناس سايحه على الارض طبعا عشان حريم الصوات اشتغل، الحريم تاني جه من بره، دخلت الحريم يعني الاول جه الصوات من بره. لا احنا كنت فوق السطح حضرتك، كنت فوق السطح، نزلت على الصوت لقيت الناس واقعه جسمها واقع، جسمها واقع على الارض قدام حضرتك اهو. ده جلد من جسمهم، ده جلد من جسمهم حضرتك، يحللوه هيلاقوا جلد من جسمهم.
فطبعا المنظر ده بنات وحريم، لقيت المصوات تشتغل، الناس حريم جاء دخلت لهم يغيروا هدومهم. والله الواحد ما عارف يقول ايه، وحياة ربنا ما عارف. اهو ده بص، ده مش طبيعي برضه. دي ناس ما عندهاش بص لا رحمه ولا دين ولا دم ولا اي حاجه خالص. اي نعم النيابه العامه عندنا رجاله بصراحه، ربنا يبارك في النائب العام، بيطلع قراراته بعد التحقيق على طول بالسجن والمحاكمات العاجله. احنا عايزين محاكمات ميدانيه بقى مش محاكمات عاجله. كان نفسي والله الاسبوع ده ما اجيبلكوش اي حوادث، لكن للاسف الشديد احنا جبنا المختصر المفيد فيها. شكرا لحضراتكم على الاستماع، ونلتقي باذن الله على خير الحلقه القادمه. الى اللقاء، السلام عليكم.